ميدو اسامه اول مره انضميت فيها للنادي الاهلي كان امتى يا ميدو؟ سنة 2011 كنت موجود مع فريق 2003 في الأكاديمية قديم انت ما شاء في الله. حي الأشجار. أنا بقالي 12 13 سنة ما شاء والحمد الله. لله. فكنت مع 2003، بعدين ساعتها قالوا لي تستنى وتيجي مع سنك أحسن إلى 2004. جيت مع 2004 السنة اللي بعديها، الحمد لله ربنا كرمني واتخذت، وكنت كابتن فرقتي على مدار 9 سنين ولا 10 سنين لحد أما الفرقة اتلغت، وكملت مع 2003 لحد دلوقتي والحمد لله. مين أول واحد اختارك بقى؟ أول واحد اختارك لما انضميت من الأكاديمية لما بدأت خطوة النادي الأهلي بقى القطاع؟ هي كانت لجنة كبيرة ساعتها، تقريبا كان معايا كابتن أحمد سمير بيبو، كابتن ياسر ريان طبعا من أوائل الناس اللي كانت ماسكاني وكانت ليها أثر كبير عليا، وطبعا كابتن حسام عكاشة، وكباتن كتير جدا طبعا كانت موجودة ساعتها. وأنت بتتكلم دي بعض اللقطات ليك في مباريات 2003 في ملاعب النشيف مدينة نصر. المركز اللي بتوجد فيه يا ميدو؟ والله أنا بلعب في مركز 10 ومركز الوينج ليفت برضو، وممكن ألعب 10 ده يعني صانع العاب صانع زي قفشه صح كده؟ صح كده تمام. فيعني طول عمري بلعب مركز 10، بس كمان زودت حته ان انا ممكن العب طرف شمال او طرف يمين عشان ابقى بقدر اجيب في الحته اللي قدام دي كلها، بس اكتر مركز بحبه مركز 10 يعني. تمام. احمد طعمه انت بقالك فتره كام شهر في النادي الاهلي؟ تأقلمت بسرعه؟ هو في الحقيقه انا من اول لما رحت النادي الاهلي كانت عشان يعني مش متعود على اجواء في مصر، ودي اول سنه ليا في نادي في مصر، اخدت فتره اللي انا اتعود وكده، بس طبعا بمساعده الجهاز الفني وكابتن خالد ومستر مايكل طبعا كانوا بيكلموني كلهم وبيحفزوني يعني اللي انا اتاقلم بسرعه مع الفرقه ومع الدوري، يعني عشان دي كانت اول سنه ليا العب دوري جمهوريه في مصر. دخلت يعني على طول في دخلت اجواء النادي الاهلي وفي الفرقه. ايوه وطبعا زمايلي طبعا كانوا بيساعدوني وبيكلموني طبعا. اخيرا انضميت لمنتخب مصر، تمام. اخر معسكرين كنت موجود مع منتخب الكابتن محمود جابر كنت صح كده؟ موجود كنت موجود مع الكابتن محمود جابر والكابتن كرم، كنت ده طبعا بسبب النادي الاهلي عشان انا جاي مصر ومحدش يعرفني طبعا. يعني ده اول انضمام ليك لمنتخب مصر تمام منذ انضمامك للنادي الاهلي. تمام خطوه مهمه جدا دي يا طعيم. تمام طبعا دي خطوه مهمه اللي انا انضم لمنتخب مصر اخر معسكرين، وان شاء الله ابقى معاهم في البطوله الجايه ان شاء الله. ان شاء الله لسه هنتكلم عنها دلوقتي باستفاضه. ميدو قول لي مين المدرب وانت بقالك ما شاء الله 11 12 سنه في قطاع الناشئين، مين المدرب اللي ساب بصمه على ميدو اسامه وتعلمت منه كتير في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ يعني في الاول طبعا اكيد كل المدربين انا بكن لهم كل الاحترام والتقدير، كلهم اثروا فيا اكيد طبعا، كابتن ياسر ريان، كابتن محمد سعد، كابتن شريف عبد الفضيل طبعا من الناس اللي اثرت فيا جامد، اخيرا طبعا كابتن شرف دلوقتي. كابتن شرف ده من اكتر الناس اللي اثرت فيها فعلا في حياتي وساعدتني كتير جدا في بناء شخصيتي، ومرحله كانت مهمه جدا في حياتي، ويعني دايما بيديني فرص والحمد لله كان بيساعدني اتصعد درجه اولى السنه دي كذا ماتش وكذا تمرينه، ودايما بيزقني يعني لقدام. فانا يعني كابتن شرف انا عايز اذكره من خلال حضرتك هنا، يعني بصراحه هو اثر فيا جامد في خلال السنتين تلاته اللي فاتوا. ده الهدف ده الميدو اسامه ده هدف ده الاسماعيلي دي اهداف. واحنا بنعرض بقى الاهداف بتاعتكم في بطوله الجمهوريه مواليد 2003. انتوا السنه دي ما شاء الله ماشيين اول في بطوله الجمهوريه. تمام 2003 كنا عرضنا الجداول الحلقه اللي فاتت وكان معانا الكابتن خالد بيبو. بطوله الجمهوريه بطوله قويه يا ميدو. طعيم صح؟ تمام اكيد طبعا بطوله الجمهوريه بطوله قويه، بالذات تاجيلنا 2003 بالذات ده اقوى جيل في مسابقات الجمهوريه كلها، انا بشوف كده يعني. احنا حتى لو جابوا الجدول دلوقتي احنا من المركز الاول للمركز السادس كله لحد السادس فرق 3 نقط، فكل الماتشات كلها فيها تغيرات، كل جوله ممكن يحصل تغيرات، فعشان كده احنا بنشوف يعني دي اقوى مسابقه ممكن تكون موجوده في الاجيال كلها. يعني ان شاء الله بنسعى السنه دي ان احنا ناخدها ونبقى فارقين كمان عنهم كلهم.